بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره واتبع طريقه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وجسدا على البلاء صابرا. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. المسلم مأمور بقراءة الفاتحة في كل صلاة وفي كل ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي سورة الفاتحة معاني عظيمة ودروس جليلة، لذا وجب على كل مسلم أن يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، من أول الحمد لله والثناء عليه: الحمد لله رب العالمين على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. فتشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة العافية وعلى نعمة المال والولد، نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فبالشكر تدوم النعم. فالشكر لله، ومن هو الله؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم. وتسأل لماذا ذكر الله عز وجل تلك الصفتان دون غيرهما: الرحمن الرحيم. ما فيه 99 اسم غير الصفات، كناية عن انه لا يمكن للانسان ان يؤدي شكر نعم الله كاملة، لا بد وان يشوبه تقصير وقصور، فيعلم ان له ربا يغفر الذنب، رحيم بعباده، بالناس لرؤوف رحيم، وتعلم أن هناك يوما يقف فيه الناس لرب العالمين، وهو يوم الدين، فتزول كل الألقاب اللي أعطاها الناس لأنفسهم في الدنيا: هذا ملك وهذا غفير وهذا وزير وهذا رئيس، فيبقى سلطان الله عز وجل كما كان في الدنيا، هو الملك، هو العظيم، هو الجبار، هو المتكبر. من نسي في الدنيا سلطان الله يعرف ذلك حين يقف أمام الله ذليلا، لا ينفعه ماله ولا ولده ولا قبيلته ولا فصيلته. فتقرأ هذه الآيات كل يوم
ما لا يقل عن 30 مرة، 30 مرة. لكن بالله عليك من كثرة التكرار أصبحت قراءة الفاتحة عادة. قليل من يقف ويتأمل ويتدبر. كم تستغرق منا قراءة الفاتحة في الصلاة وخصوصا السرية؟ ها؟ سريع. كم منا يقف مع كل آية ولو ثواني يتأمل؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هل تذكرت يوم الدين؟ هل تذكر يوم الدين ولو مرة في كل يوم؟ مرة. هل نذكر؟ هل نذكر ذلك اليوم العصيب الذي قال الله عنه: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. هل تذكرت ولم تأمل؟ والله لو تذكرت وتدبرت ولا ربع ساعة تكفيك لقراءة الفاتحة. مالك يوم الدين، إياك نعبد، صيغة الجمع، وإياك نستعين. ليس هذا موضوعنا، ولكن أريد أن أصل إلى قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الكل يجيب: صراط الله. وما هو صراط الله؟ بعض الناس يجول بذهنه وخاطره فورا إلى الصلاة. هل الصلاة يمكن أن تختصر صراط الله المستقيم فقط في الصلاة أو فقط في أركان الإسلام الخمسة؟ فقط هذا صراط الله المستقيم، أم أنها كل مبادئ الإسلام؟ كل مبادئ الإسلام، لأن مبادئ الإسلام لا تتجزأ، لا يمكن فصل أركان الإسلام عن أركان الدين، ولا يمكن فصل أركان الإسلام ولا أركان الدين عن الأخلاق والمعاملات، لا يمكن، كلها في بوتقة واحدة، بوتقة الشريعة. ماذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ثم جعلناك، قال له على صلاة، على صيام، على على أركان الإسلام الخمسة، على شريعة، ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. اهدنا الصراط المستقيم، يعني اجعلني يا رب. وكأن كل مسلم يقول لربه: يا رب ثبتني على الحق في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، ثم ثبتني على الأمانة والصدق والإخلاص، بعد عن الربا، بعد عن الزنا، بعد عن المحرمات كلها، والتحاكم إلى شريعتك. لن أرضى بحكم غير حكمك، ولن أطيع غيرك ولا غير نبيك صلى الله عليه وسلم. هل في معنى آخر يا جماعة؟ لما أغلط وأفهم، لأنه في ناس كثيرين، وهذا موضوعنا، يريدون أن يفصلوا بين بعض مبادئ الإسلام وبعضه. حصروا مبادئ الإسلام في المسجد،
خارج المسجد لا مجال للدين. إذا كان إحنا بنقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، واحد من الناس يشرح لي ما هو الصراط المستقيم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي. قال له هذه مساجدي. سبيل، سبيل الله. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن كل ما قاله النبي وما فعله النبي وما قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى شريعة، يسمى شريعة. وهل شريعتنا تختلف عن باقي الشرائع؟ شرع لكم من الدين، من اللي شرع؟ الله سبحانه وتعالى. من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، اسمع، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، ولا أقيموا الصلاة، الدين، ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، عرفوا ثم تفرقوا، عرفوا الحق وتفرقوا عنه. وما أشبه اليوم بالبارح، كثير من المسلمين عرف الحق وعرف شريعة الله ثم هو يتبرأ منها. أول ما تيجي تقول له شريعة تقول لك أنت تبع مين بالظبط؟ أنت أنت تبع مين؟ تبع مين؟ أنا تبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا تبع الشريعة المحمدية. هل هي مطلوب القبض عليها كمان ولا إيه؟ أنا أتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من المسلمين، من المسلمين. الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي، منهج حياتك، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل شريعة غير شريعة الله باطل، كل حكم غير حكم الله باطل، كل أمر لا يأتي من مصدر الوحي الإلهي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر باطل. وإحنا بنجيب كلام من عندنا يا جماعة أقول لكم عشان أعرف إن أنا ماشي صح، لما أغلط وأفهم، لأنه إحنا في زمن اختلطت فيه الأمور. لبس الباطل ثوب الحق وألبس، لبس غلط، ألبس الباطل ثوب الحق وألبس الحق ثوب الباطل. ألم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، اسمع إلى هذا وهذا خير دليل لترد به على هؤلاء، إن صلاتي، خلاص وصلنا موضوع الصلاة، وصلنا منه، ونسكي. وما هو النسك؟ كل شعيرة، كل شعيرة تذبح على اسم الله، تدعو، تدعو الله، تتوسل إلى الله، شعائر حياتك جميعا تضحي باسم الله. قل إن صلاتي ونسكي، فقط صلاة المناسك والذبح والكذا وخلاص ونخلص، ومحياي ومماتي. ما معنى هذا؟ كل تفاصيل حياتك، كل تفاصيل حياتك لابد أن تكون وفق ما أمرك الله به وما خلقك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اسمع إلى الجزء الأخير، وبذلك أمرت. الأمر مش على كيفي ولا على كيفك، لا اختيار لنا فيه، لا اختيار لنا فيه. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية اللي بعدها يقول لك إن لم ترضى بهذا قل أغير الله أبغي ربا. شوف لك بقى، شوف لك دين تاني.
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. موضوعنا يا جماعة الشريعة بين جهل بعض أبنائها وغياب علمائها. احنا نعيش هذا يعني العنوان خلاص شرح الموضوع. كثير من أبناء الأمة لا يفقه دينه كما ينبغي، وكثير من علماء الأمة غاب دورهم، فأين نحن من هذا؟ هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. أولا الله عز وجل قال في القرآن إنه لن يخرج الناس من ظلمات الفتن والجهل والضلال إلا الإيمان والعلم. قول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور. طب أسألك سؤال، وإنت في وضح النهار والشمس في كبد السماء يعني في منتصف الظهيرة، واحد جاي بسبوت لايت وماشي، تقول عليه إيه ده؟ طب ده كلام، هذا ليس موطنه. إذا لما ربنا بيقول جاءكم من الله نور، إذا النور يمحو النور ولا يمحو الظلام؟ يمحو الظلام. والله عز وجل ذكر ذلك، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله مين؟ اللي يقول أنا مسلم؟ كل من قال أنا مسلم ربنا إيه؟ لا، من اتبع يهدي بيه. طب تخيل احنا قلنا لو انت معاك سبوت لايت وماشي في وضع النهار ولا قيمة له، والناس هيتهموك بشيء يعني عافانا الله وإياكم. لكن تعالى بقى لو الكهرباء انقطع وواحد معاه ولو يعني أصغر مصدر للضوء، الكل سيهرول نحوه. لكن مين اللي هيهرول ناحية الضوء؟ من يبتغي غايته اللي عايز يوصل. الله يخليك ممكن بس تطلعنا لغاية الطريق السريع فيوصل، لكن اللي قاعد مكانه ولا يتحرك، فهل يمكن لهذا أن يخرج من تلك الظلمات؟ فالله عز وجل بدقة قال يهدي به الله بذلك النور من اتبع رضوانه سبل السلام. اللي يعرف انه هذا من عند الله فيتبع ساعتها، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، واسمع ويهديهم الى صراط المستقيم اللي احنا حكينا عنه. لذلك مصدر الفتن وسببها الاصيل والرئيس الذي تعيشه الامه جهل معظم ابنائها بحقيقه الدين، جهلهم بحقيقه الدين. لذلك شوف 100 سنة ولا أكثر من جهل إلى جهل، من ضعف إلى ضعف، من ذلة إلى ذلة، نخلص من بلد تطلع التانية، نخلص من التانية تطلع التالتة، نخلص من فتنة تطلع الرابعة، وكل يوم فتن كموج البحر يتبع بعضها بعضها. وساعات نوم أعداءنا ونخططوا واللي هم بيخططوا لنا، هذا صحيح، لكن الوضع لن يتغير إلا إذا إحنا أدركنا إن القريب قبل البعيد يمكر بهذه الأمة وهو لا يدري. فلا يمكن محو هذا الجهل إلا بالعلم، ولا يمكن تغيير الواقع إلا بالإيمان الصادق. بل قد تسمع كثير من الناس يقول لك هي البلاوي اللي حصلت في الأمة دي حصلت غير بسبب الإسلاميين. نسمع هذا. طيب ما انتم جربتم يا حبيبي في أيام الخديوي إسماعيل، وخلي بالك هذا كان مقصود كمان، الخديوي إسماعيل جمع علماء الأزهر وقال يا جماعة كفانا بقى يعني تخبط
في القوانين الوضعية. وبنسمع في زماننا هذا الزواج المثلي حرية، بدعوة الحرية. والله إن الأنعام لا تأبى ذلك، الأنعام تأبى ذلك، لكن بدعوة الحرية. فخير إسماعيل جمع علماء الأزهر، علماء جماعة اسمعوا بقى كفانا تخبط في قوانين فرنسوية وإنجليزية وكلام فارغ، إحنا مسلمين الأزهر نريد أن نؤسس ونقنن وننزل قوانين الشريعة على الواقع الذي نعيشه، نحط قوانين الشريعة في قوانين مضبوطة، لوائح وتعليمات ونطبقها عليه. شوف الطامة الكبرى، ما هو الأصل من اختار؟ خلي بالك من الكلام، دقيق جدا كلام النوم، دقيق. اختاروا جماعة فتنازعوا فيما بينهم، واحد يقول لك أنا عايز أطبق المذهب الشافعي، والثاني يقول لك لا الحنفي، الثالث يقول لك لا حنبلي، الرابع مالكي. يا جماعة الخير تنازعوا فيما بينهم، قال لهم خلاص. وظل منذ تلك اللحظة إلى الآن كل اللي بيحارب الشريعة يقول لك الله ما احنا جبنا علماء الأزهر قلنا لهم تعالوا اعملوا شريعة إسلامية وطبقوها، اختلفوا، ولذلك احنا هنطبق أي مذهب فبلاها شريعة. شوف شوف الأمر. إذا طيب أديكم جربتوا من أيام الخديوي إسماعيل إلى الآن، بلاش من زمن بعيد، القوانين الوضعية ماذا أفرزت؟ أموال الأمة نهبت، ظهور الأمة جلدت بالسيارة ودهست كرامتها، مش دي القانون؟ ومن اللي بيحاسب؟ اللي بيحاسب المجني عليه. انت بتشتكيني؟ طب انت هتبقى ايامك سودة، تتكلم تشكو تضرب وتشكو، اما انك صحيح رجل مش أما إنك صحيح ما عندك شدام. سبحان الله سبحان الله، القاضي والجلال في جهة والمظلوم في جهة، وعين الله لا تنام، وعين الله لا تنام، وعين الله لا تنام. بعد ما عاش المسلمون حياة الكرامة في ظل الإيمان والإسلام، بعد أن رفع بلال الحبشي ورفع سلمان فكان من آل البيت، ورفع صهيب ربح البيع أبا يحيى، لا فرق عربي ولا أعجمي، أبيض ولا أسود، غني أو فقير، جاء الإسلام ليجعل من الإنسان لمجرد أنه إنسان عزيزا كريما بصرف النظر عن دينه، بصرف النظر عن دينه، عملا بقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم كرمنا بني آدم. ونرجع أن كل مسلم يحتاج إلى فهم حقيقة الغاية التي خلقه الله من أجلها، وهي طاعة الله. وطاعة الله كما ذكرنا على بصيرة، وما هي البصيرة؟ العلم. وكلمة البصيرة أي نور الفهم، نور الإيمان الصادق. لن يكون إيمان المؤمن صادقا إلا بالفهم، بالوحي، بالفهم. خلينا نفك العملية شوية. امبارح مش كان الجمعة؟ اسمع إلى هذه الطرفة، يعني أنا أتهيأ للصعود على المنبر قبل 5 دقائق، واحد من إخواتنا الله يجزيه الخير يا رب دائم الصلاة الجمعة في هذا المسجد، عمره فوق الكذا 60 سنة، السلام عليكم، هو ما قالش السلام عليكم أنا، فقال لي هاي،
دخل المكتب تقول لي هاي. انا استغربت. عربي مسلم فوق الستين. انا اعرفه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا صليت الجمعة عشان عندي شغل. باي. فوق الستين سنة شو عامل؟ لما تشوف البلايا اللي نازلة على الأمة نقول الله يهدينا ويهديه يا رب ويشرح صدره. لكن في مشكلة، احنا مقصرين في حق الله وفي حق الدين وفي حق أنفسنا. احنا مقصرين في حق أنفسنا. احنا نعطي للعمل ساعات وللنوم ساعات وللطعام والتفكير فيه والسعي إليه واشتري من هنا وحط ساعات، ولا نعطي للعلم دقائق، ولا نعطي للعلم الذي هو سبيل النجاة ولا نعطيه دقائق. فآخر، ولو شفت تقرير الأمم المتحدة تعرف كم نسبة الأمية. أنا بتكلم، ما بتكلمش عن لو في أمية، في واحد يقرأ ويكتب وما زال أمي. أمية دينية، أمية شرعية. الأمية في الكتابة والقراءة عشان تعرف حجم المأساة، في أمة اقرأ 40% من أبناء الأمة لا يقرأ ولا يكتب. 40 لا يقرأ ولا يكتب. ومن 60 شوف كم نسبة من لا يعرف أركان الإسلام. وأعتقد أنه اللي شاهد بعض الفيديوهات على منطقة في الصعيد مصر، أتوا بناس لا يعرف شيء عن الدين ولا من هو الله ومن هو محمد ولا هي الصلاة، في بلد إسلامي. في مشكلة، في مشكلة. ما هي الشريعة الإسلامية يا جماعة اللي بيضطرب لها قلب بعض الناس؟ هي مجموعة من المبادئ والأحكام التي شرعها الله عز وجل، تشمل العقيدة، العبادات، الأخلاق، المعاملات. هل في شيء تاني كده؟ لا ينفصل. عقيدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. عبادات، صلاة، صيام، زكاة، حج. معاملات، ما أحله الله وما حرمه الله. أخلاق، سلوكيات، الأمانة والصدق والإخلاص إلى آخر ذلك. فالله عز وجل شرع هذه الشريعة لتبين لنا أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والزواج والربا والزنا والخمر والمعاملات، العلاقات بين الناس، بين الإنسان والجاري وأبيه وأمه والميراث. هذه هي الشريعة. فهل يقبل إنك تقبل أحكام الإسلام في الصلاة والصيام وكذا وترفضها فيما دون ذلك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فأحكام الشريعة نظمت حياة الإنسان منذ أن يستيقظ حتى ينام في كل شيء يعلمه. فالإسلام مزيج من العمل للدنيا والعمل للآخرة والدين، كما يقولون مسجد ودولة. لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم شورى بينهم، أنؤمن بهذا ولا لا؟ طيب لما نيجي نقول يا جماعة في تشاور وفي شورى، هل هذا جزء من الدين ولا مش من الدين؟ جزء. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، أو هل دين؟ هل ده له علاقة بالصلاة؟ هل هذا له علاقة بالصيام، بالزكاة، بالحج؟ أم هو أمر قانون وضعه الله عز وجل لمحاربة الفساد والفاسدين؟ هل نؤمن بهذا ولا لا؟ إذن كيف تفصل الصلاة والصيام والزكاة والحج عن محاربة الفساد والفاسدين؟
لا يمكن لا يمكن. سيدنا عثمان يقول دون دولة ودون سلطة القرآن وحده لا يكفي ولا الشريعة وحدها دون سلطة قوية تطبق هذا الشرع. فيقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. أديك مثال، بعض الأزواج طلق زوجته ويقول يختفي، سافر على أولاد تانية ويختفي، لا عنوان ولا حد يعرف مكان، ويتركها معلقة، فترفع عليها قضية لطلب الطلاق فيتركها معلقة. طيب هل هذا عدل؟ ده ربنا قال في القرآن فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهل لو القاضي الأمريكي هنا رأى تقدمت إليه زوجة، زوجها تركها وخرج ولا مال ولا نفقة ولا كذا، وتريد أن تجد لها عائلة، زوج ينفق عليها ويتولى أمرها وأمر أولادها، فهذا سلطة القاضي هنا تحقق ما لا يستطيع الشيخ تحقيقه. ماذا يمكن أن يفعل الشيخ؟ امرأة وحيدة زوجها غير معروف مكان ولا عنوان، هل يطلقها؟ ما يقدرش طلقها، في أي واحدة تجيب طلقها يطلقها؟ ما يقدرش ما يقدرش. وحتى يعني هذا حتى يكون مفهوم لدى إخواننا، كثير من الأخوات يطلقنا في المحكمة، فتأتي بورقة الطلاق وتقول يا شيخ أنا عندي، فرحانة أنا عندي طلاق في المحكمة طلقني شرعيا، أنا لا أملك لها. فأقول لها بهدوء لو أنا أعطيتك وثيقة من النص كويس؟ مين اللي موقع عليها؟ أنت فقط. الزوج مش راضي يوقع، ما قيمة هذه الوثيقة؟ لا قيمة لها، لأنه لما نحب نأتي مشاهدين يشهدها على الطلاق لازم يشوف الزوج بيقول لزوجته أنت طالق. إذا لم يكن لا زوج موجود ولا شهود يشهد ما عليه، على ما يشهد على ما يشهد مش هيشهد، فبالتالي هذه الوثيقة لا قيمة لها، لأنه من اللي موقع عليها؟ زوجها، فلا يعتمد بها. فإذا القضاء هنا عنده سلطة يستطيع أن يحقق ما لا يستطيع الشرع في مثل هذه البلاد أن يحققه. لكن في بلادنا تخيلنا لو إنه شريعة تطبق في المحاكم وفي القضاء وفي كل مكان والسلطان يدعم ذلك، هل يتجرأ مثل هذا الرجل على فعل ذلك؟ فإذا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. وقوة السلطان وقوة السلطة وقوة القانون تردع كثير من المجرمين، خليه يفكر مليون مرة قبل ما يقدم على الذنب، لأنه لو عرف إنه حد السرقة قطع اليد يرجع، ويعرف إنه هذا هو القانون المطبق ومدعوم بسلطة سيفكر مليون مرة. لكن لما كان القانون مائع وضعي وضعه البشر يصيبون ويخطئون، نهبت ثروات الأمة وحبس المظلومون، المظلومين اتحبسوا، واللي نهبوا أموال الدولة أحرار أبرياء أبرياء، نهبت الأموال وانتهكت الأعوان ولا وازع ولا رادع، لأن القوانين مصنوعة من بشر لمصالح خاصة مش لمصالح أمة. أما قارن بين وضع القانون الإلهي والقوانين البشرية وشوف الفساد اللي ترتب على القوانين البشرية وسبب غياب شرع الله عز وجل في حياتنا أفرادا وحكاما. فكيف واحد يقول لك لا الربا مش حرام؟ الربا مش حرام؟ الله، هو أنت تؤمن إن الصلاة فرض وتقول لا الربا ده كان زمان وكان زمان، وتحاول تجد تفسير وتأويل لهذا؟ إذا كل عمل دنيوي في الإسلام له وجه أخروي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الرجل اللقمة في في زوجته، هذا عمل دنيوي ولا أخروي؟ دنيوي له وجه أخروي.
لأنه أنت أطعمتها من حلال وكففتها عن السؤال، فله وجه أخروي، لك بأجر. على كل مسلم صدقة، أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإفراءك من دلوك في دلو أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والعمل عبادة في سبيل الله، كل عمل يعمله الإنسان في ظل الإسلام له وجه دنيوي ووجه أخروي، لأن الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل ليس حراما وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا وفي الآخرة، ولنجزينهم أجرهم، له أجر بأحسن ما كان يعمل. كذلك على في المقابل السرقة، هل هذا عمل نافع ولا عمل ضار؟ فله أثر سيء في الدنيا وعقاب في الآخرة. والله عز وجل قال عن من يسعون في الأرض فساد القتل، أن يقتلوا أو يصلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فكل عمل صالح مبني على الإيمان وعلى الإسلام وعلى أحكام الدين له وجه دنيوي ووجه أخروي، والعمل الحرام له عقاب في الدنيا وله عقاب في الآخرة مع الله عز وجل. ربنا ما خلقنا عبثا يا جماعة، خلق الإنسان، أنت بتروح تشتري سيارة بيعطيك الكتالوج معاه كل تفاصيل السيارة وإيش كذا كل الأمور، كل إحنا معانا كتالوج، خلقنا بكتالوج وهو القرآن دستور شريعة، لا يمكن تستقيم حياة الإنسان كما بدأنا إلا باستقامة الإنسان على تلك الشريعة. فالشريعة الإسلامية ليست محصورة في منطقة الشرق الأوسط ولا في المنطقة العربية، تتناسب مع كل العصور. ولو سألت نفسك كم غيروا في القوانين الوضعية في أي بلد، شوف أي بلد كم مرة غيروها ولماذا غيروها؟ لأنه اللي ينفع في الستينات ما ينفعش في السبعينات، واللي كان ينفع في السبعينات ما ينفعش في الثمانينات، واللي في الثمانينات ما ينفعش في الألفين، لأنه بشر وحدود البشر وعقول البشر محدودة. أما خالق البشر عز وجل فهو يعلم ما ينفع الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها في كل زمان ومكان. لذلك شريعة الإسلام أفرزت عدلا ومساواة. ولذلك لما تقرأ في كلام الله عز وجل يا أيها الناس، ولا قال يا أيها المسلمون، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرم خطاب للناس كلها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وشوف بقى أوروبا والعنصرية الموجودة في أوروبا، ماذا يضير الفرنسيين من الحجاب؟ طب النقاب ونفهم إنه ممكن رجل يلبس، وماذا عن الحجاب؟ ما الذي يضيركم؟ لا لا. طيب بالله عليك بلادنا الإسلامية وشوف مصايف بلادنا، طب يا أخي هل أنتم بتحطوا قواعد لدخول بلاد المسلمين؟ كما أن أوروبا وضعت قواعد لزي المسلمين، طب أنتم وضعتوا قواعد لدخول النساء على الشواطئ بطريقة ما؟ بطريقة ترضي الله ورسوله بلاد المسلمين؟ الله عز وجل قال عشان نبين أن شريعة الإسلام للناس جميعا، قل يا أيها الناس، مين اللي قال لمين يا جماعة بعد ما تصلوا على الحبيب اللهم صل وسلم؟ الله عز وجل يقول نبي، قل يا أيها الناس إني رسول الله إلى العرب، ها؟ إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وخلي بالك ما فيش تمييز للعرب على غيرهم، ما فيش تمييز، لأنه وخليني أقول لك بمنتهى الأمانة، كان مفروض العرب يكونوا مدركين، كان مفروض. ليه؟ العرب أقدر الناس على فهم القرآن، أقدر الناس على فهم نصوص القرآن ونصوص الأحاديث النبوية الشريفة، صح ولا لا؟ بحكم أنهم عرب يفهمون اللغة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نزل بها القرآن، كان لابد يكونوا متميزين في الفهم والعلم والعمل.
صح ولا لا؟ طب نتكلم بأماننا على مستوى الواقع الآن. ماليزيا، تركيا، إيران، بالرغم من حصاره، اتفقنا ولا اختلفنا في سياساتهم ولا في اللي بيعملوه ضد الصحابة، لكن أنا بكلمك على مستوى نهضة الأمة. ماليزيا بلد إسلامي غير عرب، نهضة نهضة اقتصادية، ورفعوا من مستوى معيشة الفرد في بلده، يعيش بكرامة بعزة. تركيا في خلال 10 سنوات الماضية نهضة اقتصادية. إيران سلاح نووي، أين نحن من هذا؟ سلاحنا ملياراتنا كل سنة، ولا صاروخ منهم بيضرب إلا ببعض، بيضربوا ببعض. فلسطين اندكت كل كم سنة بتندك على رؤوس أهلها، ما في صاروخ أطلق من أي دولة تزعم انتمائها للإسلام، ما في صاروخ واحد ولا طلقة حتى من مسدس اللي هو 6 مللي ولا حجر. فأين تلك المليارات التي تنفق من أموال المسلمين على السلاح؟ ما فائدة هذا السلاح؟ فتح الناس الجروح يا شيخ. البنيان أو المباني التي تبنى، ناطحات السحاب، لا إحنا خططناها ولا إحنا نفذناها ولا إحنا بنعرف نديرها. فأين أمة العرب الذين نزل أول ما نزل عليهم الوحي؟ الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لا يكفي فقط أن تقول أنا من أمة العرب، هذا وحده لا يكفي. أبو جهل كان من أمة العرب، أبو لهب كان من أمة العرب، الوليد بن المغيرة كان من أمة العرب. أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئكم الذين اتبعوه واتبعوا النور الذي جاء به، نصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. في قواعد، في ثوابت. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الشريعة تجسد حكمة الله وكمال الدين، حكمة الله في دينه. القانون صنع بشر، والبشر يعتريه الضعف والقوة والنقصان. شريعة الله لا تقبل التغيير في أي مكان أو زمان، شريعة البشر كل فترة تتغير. شريعة الله وضعت لتكون قانونا دائما يحكم الناس حتى يلت الله قبضه من عليه. شريعة الله أباحت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضوا على رأي رآه النبي صوابا ورأوه خطأ وهو نبي يوحى إليه، شريعة الإسلام. لما نزل النبي في بدر بكل أدب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما تصلى على الحبيب، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرق والمشورة أو المكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي، يعلم الأمة الحرية، يعلمهم حرية الرأي والاجتهاد. أمر المعركة أمر إنساني بشري تحكمه الظروف والملابسات، قادة الجيش هم اللي يحكموا في هذا، وهذا أيضا من الدين. قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمشورة. قالوا: يا رسول الله، ما هذا نعم الرأي، ما هذا بمنزل، لازم نترك هذا المكان ونروح إلى منطقة فيها آبار فتكون المية عندنا وهي تكون حق سلاح ضد أعدائنا، نأخذ المية عندنا ونمنعهم عن الماء. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه اللي بيدعي الحرية، هو نبي يوحى إليه، وقال: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، شريعة الإسلام.
ذلك فالطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر. التشريعات، في تشريعات تنظيمية، تنظيم المرور مش هينجل به واحد، تنظيم الإدارات في المؤسسات، في المستشفيات، في الشرطة، في الجيش، هذه أمور بشرية تنظيمية أهل الخبرة ليحكموا فيها، لا تحتاج إلى وحي. أما أمر التنفيذ فلا بد تنفذ القوانين التي تتفق مع ما جاء به الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك الرسول لما تشاور مع أصحابه قال له ما هذا برأي، هو اللي علمنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال سيدنا أبو بكر، تعرفون الخطبة اللي خطبها سيدنا أبو بكر في أول يوم الخلافة، وليت عليكم ولست بخير، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. ثم قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. شوف شوف منتهى الحرية ومنتهى القوة في الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا، الرجل لما الرسول اختار واحد يا جماعة كان يرى فيه شيئا متميزا، يعني لما ولى أسامة قيادة الجيش وهو 17 رأى فيه فطنة وذكاء ودهاء قدرة، فبعث النبي مرة واحد من الناس، وكان لما يبعث مجموعة سرية في مكان ما لازم يحط عليهم أمير، فأمر عليهم رجلا فقال الرجل، الرجل كان حكيم، يا جماعة اجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب، قال أوقدوا نارا أوقدوا النار، قال اصطفوا في صف واحد الرجل، لأنه يعلم أنه يخشون أن مخالفة الأمير فيها مخالفة لرسول الله، لأنه من اللي ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاصطفوا، قال لهم تقاذفوا في النار، فاصطفى وهم بعضه جماعة انقسموا على قسم، قالوا له انت ايه يا حبيبي، وهذا موطن الحديث يا جماعة اللي احنا بنتكلم عنه، جماعة كان عندهم وعي وفاء قالوا له ماذا تقول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لن نفعل ذلك، احنا فررنا من النار عشان تيجي تحرقنا في النار، كان عندهم وعي. وهذا موطن هذا الشاهد في كلامنا ودرسنا الليلة. الجماعة الآخرين قالوا لا نخشى أن يغضب علينا الله ورسوله، يلا نتقاذف في النار، فرفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي للذين أرادوا أن يدخلوا النار ظنا منهم أن هذا فيه الخير، قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها. مش كل اللي تسمعه تصدقه، أنت فين عقلك ودينك وعلمك ووعيك وفهمك، أين دورك؟ أين علمك؟ أين عقلك؟ جماعة وأوقفوا النبي وقالوا يا رسول الله ما هذا برأي؟ ولم يغضب النبي من ذلك بل أثنى عليهم خيرا ودعا لهم، فكان في ذلك النصر في بدر، قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها. ثم قال للطائفة الأخرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. النبي بيعلم أصحابه أن كل واحد من أمة الإسلام لازم يكون عنده الرشد والعقل والوعي والفهم ليستطيع أن يميز بين الحق والباطل الطيب والخبيث. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا آخر وولى عليهم علقمة ابن مجزر وقال له أنت رايح في سريتك. كان في تلك في ذلك الجيش أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فهذا الجيش اللي قائده مين؟ علقمة ابن مجدر، جيش كبير، فسرية منهم قالوا احنا ممكن ناخذ قطاع ونروح نقوم بمهمة في مكان كذا لساعة كذا ونرجع من كذا، فولى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافة
السهمية، عارفين قصته لما وقع في ايد الفرس ورستم، له قصة شهيرة نتكلم عليها ذكرونا بها ان شاء الله، قصة رائعة. فعبد الله بن حذافة قاد السرية الصغيرة لمهمة معينة في مكان معين لزمن معين. عبد الله بن حذافة كان رجل ظريف ولطيف، حب المزاح. قال لهم اسمعوا، أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال فما آموكم بشيء إلا نفذتموه؟ قالوا نعم. قال فإني أعزم عليكم. وجدهم أشعلوا نار كده بيطبخهم ويشهم، سرية مسافر لازم يذبع ويأكلهم عشان يأكلهم يطبخهم وكذا. فلما رأى النار قال لهم يلا انتوا، أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قال بلى. قالوا بلى. قال وما أمركم بشيء إلا وصنعتموه؟ قالوا نعم. قال فأنا أعزم عليكم إلا تواثبتم. تواثبتم يعني تقاذفتم في النار. فوقفوا واصطفوا وكل واحد شمر دمه عشان يقذف. فضحك الرجل قال أمسكوا على أنفسكم إنما أمزح معكم. فلما عادوا ذكروا لذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، قال من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. شوف شوف أمة الإسلام، أمة الفكر والوعي والفهم. بعض بلادنا جميعا بلا استثناء قال لك احنا نعمل كوكتيل من القوانين، نجيب قانون شوية من فرنسا، واحد من انجلترا، تاني من مش عارف منين، ونبقى متحضرين. ما النتيجة؟ هو الواقع اللي احنا عايشين، هو الواقع. شوفوا مررتوا وألم، هذا هو الواقع اللي احنا عايشين. الله عز وجل يا جماعة يقول وما كان لمؤمن، وقال مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أن يكون لهم الخيرة من أمره. والحقيقة خلينا ندخل شوية في عمق الموضوع، الناس في زماننا وفي أي زمن مستويات من ناحية الثقافة والفهم. ففي طبقة يسموا أنفسهم المثقفون، وهؤلاء المثقفون على نوعين، منهم من هو مثقف في مجال عمله، يعني احنا الآن بنطلق على كل خريج جامعة مثقف، يعني رجل فاهم، صح ولا لا؟ لكن ثقافته قد تكون مقتصرة على المجال اللي درسه، محامي درس القانون لا يفهم إلا في القانون، طبيب لا يفهم إلا في الطب، مهندس يفهم في الهندسة، أستاذ جامعة لا يفهم إلا في مجال الاقتصاد، سياسة، إدارة، أي مكان الموضوع. فهذا مثقف ثقافة محددة بعلم أو مهنة محددة. وفيه من ضمن هؤلاء اللي ذكرناهم عنده ثقافة إسلامية محترمة، وفي غيرهم لا، تعجبه الثقافة الأوروبية، يكلمك عن كل الأدباء والشعراء الأوروبيين، ولو سألته عن مبطلات الصلاة ما يعرفش. في من هؤلاء، وفي لا، ناس فهم، عندهم فهم للدين ومتعمق في الدين وفي الفقه وفي الحديث. في إذن الطائفة المثقفة على قسمين، قسم الأول مثقف الثقافة اللي تسمح له بممارسة مهنة محترمة، لكن بالنسبة لثقافة الإسلامية نوعين، نوع والغالب منهم ثقافة الإسلامية ضعيفة، والقليل يفهم الدين فهما صحيحا، والنوع الثاني مثقف ثقافة إسلامية
العلماء والمشايخ والعلم غير. والطائفة الثانية طائفة غير مثقفة. طائفة غير المثقفة زي الرجل أخونا الله يجزيه الخير بتاع المال، يعني ما فيش، هو يعني يصلي وخلاص، وحتى مش فاهم أحكام الصلاة ولا مبطلات الصلاة ولا سنة الصلاة. يعني لما واحد يجي يقول لك لما نقصر المغرب نقصره كم ركعة؟ حتى الأمور اللي هي بسيطة جدا مش عارف. طيب وكثير من الناس تتشكل ثقافتهم الآن ووعيهم ووجدانهم مش من خلال المسجد ولا من خلال القرآن ولا السنة، خلال الإعلام. كثير من الناس في زماننا الإعلام هو اللي بيشكله، وخصوصا الشباب. الشباب يكلمك عن تاريخ الألبوم بتاع فلان، له ألبوم نزل في كذا وألبوم نزل في كذا، يكلمك بالتاريخ وتقول له مين اللي قتل عمر بن الخطاب، يقول لك مش انا والله. لما دخل المفتش يعني قول يا ابني كده، اقول من قتل عثمان بن عفان، يقول والله ما انا استاذ. شيء مضحك. طيب اذا طائفه غير المثقفين هي الطائفه الغالبه كما ذكرنا. حتى من المثقفين عنده أمية شرعية، أمية دينية. فكثير من الناس تأثر بالإعلام، وكثير منهم تأثر بكل ما هو مستورد من الغرب، قصة الشعر، طريقة الثياب واللبس والموضة والأشياء اللي ما أنزل الله بها من سلطان. ومع ذلك ليس لديهم الرغبة في التعلم ولا في الفهم، لأنه 24 ساعة في غسيل للمخ. ولو شفت برامج الدينية في تلفزيوناتنا العربية لا يتكاد يكون هناك، لا يتكاد يكون هناك، طول اليوم أفلام مسلسلات أخبار ولا برنامج ديني تقول يا ابني وجدان أمة، ولا يبني وجدان شباب. فوجد الشباب نفسه في كل ما هو مستحدث، في كل ما هو مستحدث من أوروبا ومن الغرب أصل، وهذا هذا. طيب الله عز وجل حط ميثاق في القرآن، حتى تلك الآيات لما قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود قال والله هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عليها خاتمه. تذكرون تلك الآيات؟ وصية النبي اللي قال عنها عبد الله بن مسعود عليها خاتمة. هل وصية النبي كانت فقط بالصلاة والصيام؟ ولا واحدة من دول فيها صلاة ولا صيام، وهي دستور الإنسانية والإسلام والمسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي تلك الآيات؟ آخر سورة الأنعام، قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا والله لو إن الأمة أقامت تلك العشر وصايا، سموها الوصايا العشر، تلك العشر وصايا، واسمع إلى كل وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. آخر واحدة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأمة لن تخرج من هذه المحن وتلك الفتن إلا بتطبيق شرع الله، تلك المعاني العظيمة
البعد عن المحرمات، البعد عن الكبائر، إقامة الشعائر، العلم، الفهم، الوعي. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع مثال للإنسانية، قال فيه: إنما الناس كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعافية. والعافية هنا أي العافية من الشرك، البراء من الشرك. سيدنا إبراهيم ماذا قال لقومه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كأسنان المشط، وإنما يتفاضل. ما معنى يتفاضلون؟ يتميزون، يعرفون. فلا اسمع إلى هذا الجزء الأخير والله: فلا تصحب من لا يرى لك مثل ما يرى له. فلا تصحب من لا يرى لك مثل ما يرى له. لا تصحب من لا يحبك كحبه لنفسه. لا تصحب من لا يكره لك ما يكره لنفسه. لا تصحب من لا يرضى لك الخير. لا تصحب من يتمنى لك الشر. لا تصحب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الناس كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون، يتميزون، يفضلون، يكرمون بالتقوى وبالعافية من الشرك. فلا تصحب من لا يرى لك مثل ما يرى له، أو مثل ما ترى له. الإسلام جاء بأصل أصيل: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. الإسلام جاء بمبدأ العدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يعني إياك أنك أنت تغير وتلعب في شريعة الله أو في دين الله أو في الحقائق لتظلم. الاحتكار يا جماعة، الإسلام دين حياة، الإسلام دين حياة. وأقول لكم على قصة الرجل: أبوه كان أكبر رهبان، أكبر راهب من رهبان النمسا، يعني وأبوه رجل طاعن كبير في السن. ومنذ أن شب هذا الغلام ابنه وهو يعلمه الأديان: إسلام، مسيحية، يهودية، بوذية، كل الديانات، وهو يهودي. وهيأه وعلمه ليكون الراهب الأكبر في النمسا بعد أبيه. الرجل طاف العالم وقرأ، وكان كاتب وراجل اللي هياخد موقع كبير أحبار اليهود في النمسا، مش واحد بسيط. فهيأه وعلمه ودربه، والولد كان يقرأ ويطلع حتى أصبح يعني نابغة. سافر وراح على روما وشاف المسيحية وشاف المسيحيين في أوروبا وإيطاليا وكل مكان، وراح إسرائيل وشاف اليهودين. بائي أمام الإسلام، فنزل في الشرق الأوسط وقرأ ويعرف عن الإسلام الكثير. وإحنا ذكرنا في الخطبة امبارح واحد من أحبار اليهود قال له: يا عمر، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك. ما هو يا جماعة، نرجع تاني إلى مشكلة الأمة: عدم الفهم وقيمة، عدم فهم قيمة الدين، وعدم إعطاء الدين حقه من العلم والفهم والتطبيق. لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فأقره عمر، رجل قارئ عارف. فهذا الرجل عارف قيمة الإسلام، نزل إلى الشرق الأوسط ويقول في كتابه: إنه أنا يعني يا ليتني ما ذهبت. فسافر إلى آسيا، راح ماليزيا، راح إندونيسيا، راح باكستان، راح أفغانستان، ونفس المشاكل اللي في الشرق الأوسط موجودة. فالتقى، كان يلتقي بالشباب، فيشوف ماشي مع واحدة مثلا يعني شبه عالية،
السلام عليكم يا أمي، أنت مسلم؟ قلنا ما اسمك؟ محمد. اسمك محمد؟ أما حرم عليك ربك ومحمد أنه تمشي مع امرأة بهذا الشيء؟ لا هي أختك ولا زوجك. قال له أنت شكلك، أنت مالك أنت؟ أنت ضيف هنا سائل، أنت مالك؟ فقلت عجبت أنه حتى المسلمين وهم على الخطأ بيدافع عن الخطأ. بيقول أنا لم أكن أنتقد، لحبيت أفهم هل هو عدم فهم بالدين ولا هو مش مسلم فعلا، فوجد إنه مسلم هو مصر. قال له أنت مالك أنت؟ It's not your business. فبيقول أنا قررت ما أعيش في هذا البلد، رجع. وهناك أعلم الإسلام في بلده. وهذه فيها رسالة، أعلم الإسلام هناك. وبدأ يمارس الإسلام صلاة وصيام. وغضب عليه، قال ولا يعنينا إلا غضب الله. باكستان قدمت لهم منحة جامعية في الجامعات الإسلامية، درس وخلص جامعة وماجستير ودكتوراه في الشريعة، عينوه وزير للأوقاف الباكستانية، وزير للشؤون الإسلامية الباكستانية، ورشحوه سفيرا لهم في الأمم المتحدة وهو مش من بلده، لأن الرجل كان يتقن عمله، فهم الدين فهم صحيح، ودافع بفهمه ووعيه عن الدين خير دفاع، فلم يخش في الله لومة لائم، وقف على الحق، عاش عليه ومات عليه، عاش عليه ومات عليه. الإسلام يا جماعة مش مسلم. أنت عارفين ماذا قال في سبب إسلامه؟ قال الإسلام، أنا قرأت الإسلام من القرآن والأحاديث في معظمها، الإسلام مش دين يتعامل فقط مجموعة صلوات، الإسلام منهج حياة يتعامل مع كل القضايا اليومية والحياتية للإنسان. هذا ما جعلني أقبل الإسلام ولا أقبل غيره من الأديان. منهج حياة، منهج حياة يتعامل مع البدن ويتعامل مع الروح، ويتعامل كيف تتعامل مع الزوجة، وكيف تتعامل الزوجة مع زوجها، مع أبنائه، مع جيرانه، مع المسلمين، مع غير المسلمين، كيف بيعك، شراؤك، رهنك. منهج حياة، منهج حياة. فاكرين الآية اللي ذكرناها في صدر الخطبة، في صدر الدرس؟ ها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. منهج حياة، منهج حياة. كل كلمة تقولها لابد تكون منبثقة مما يحبه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. الاحتكار عشان تعرف أن الإسلام لا يتعامل فقط مع المساجد والصلاة فقط، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر على المسلمين طعاما، أليس هذا اقتصاد يا جماعة؟ مش هذا اقتصاد؟ من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. انت فاكر انك انت تغتني من هذا؟ لما تحتكر أموال المسلمين، لما تحتكر طعام المسلمين، قمح المسلمين، سلعة معينة في حاجة الناس إليها تحتكرها عشان ترفع سعرها، وما أكثر ذلك في شهر رمضان. في شهر رمضان شهر الصيام. يا أيها الذين آمنوا، مش هذه آية من القرآن؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أليس هذا اقتصاد؟ آية الدين أكبر آية في القرآن، كلها بتتكلم عن البيع والشراء. كل اللي عايز يعرف الشهر العقاري الإسلامي ومبادئه ولوائحه وقراراته يقرأ هذه الآية. نظم كل البيع والشراء والإشهاد كل أمور البيع والشراء، أليس هذا اقتصاد؟ كيف ننكر هذا؟ كيف ننكر هذا؟ طيب، مين المسؤول يا جماعة عن هذا الواقع؟ كلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين. لا تستطيع أن تلوم الحكام فقط ولا الناس فقط، كل مسؤول، كل واحد في إطار مسؤولياته. أنا عندي مسؤولية عن نفسي، عندي مسؤولية عن أهلي، إخواني، أصدقائي. أبدأ ما تعلمته اليوم
قول لإخوانك وأخواتك وزوجتك إن الإسلام يا جماعة منهج حياة، لك الشرف أن تحيا على الإسلام وتموت على الإسلام. كم مرة ورد في القرآن وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم. كم مرة أمرت أن أكون، فأقم وجهك للدين حنيفا أي على ملة إبراهيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، ما معنى منيبين؟ راجعين إلى الله بتوبة وندم، إصلاح النفس، إصلاح الأهل، إصلاح الأبناء، إصلاح الأخوان والأخوات، مسؤولية الكل يسأل عنها أمام الله، الكل يسأل عنها أمام الله. إحنا دورنا، كثير من الناس اعتاد الكسل، وربنا قال حكاية العلم دي مسألة ما فيهاش، قال لك حتى لو العدو داخل بلدك، داخل بلدك لابد يكون في طائفة من الناس يبقون في المساجد ليعلموا الناس الدين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا يمكن كل المؤمنين يطلعوا ويسيبوا البلد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الطائفة تبقى تتلقى العلم وتنشره بين الناس حتى لما يرجع اللي كانوا في الجهاد يعلموهم، يعلموهم. العلم هو سبيل النجاة لهذه الأمة. لذلك اللي تعود على الكسل ولا يعرف مبادئ الدين ولا أصوله ولا قواعده يستسلم، يقول لك يا عم دماغنا بلا شريعة بلا بتاع، احنا نشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، انت عايز مننا يا عم؟ احنا بنشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، صلاة بنصلي، ايش تاني؟ ايش تاني؟ واختم بهذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان السلطة يا جماعة سبب المصائب، حب السلطة. اسمع الى هذا الحديث، انكم ستحرصون على الامارة. مين اللي قال الحديث؟ لما تصبر عليه الله صلى الله عليه وسلم، انكم ستحرصون على الاماره السلطه وستكون ندامه يوم القيامه. اسمع للجزء الاخير، فنعم المرضعه وبئسة الفاطمه. عارفين معنى هذا؟ الطفل سهل عليه يرضع من البدايه، يا سلام، حتى لما يطلع له كم سنه كده تاكله مش عايز ياكل، الرضاعه سهله، لكن تمنعه من الرضاعة صعب. كلكم يعني ربنا يكرمكم عندكم أولاد، صعب. نفس الشيء بالنسبة للإمارة، تاخد الكرسي ممكن يجي لك سهل، بس تسيبه نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. تفطم تيجي تقول له شيل الكرسي وبعدين السلطة والجاه، وأمر يا سيدي تحت أمرك بإشارة، من غير إشارة، الهدايا عمالة تنزل عليك ترف، ها، والعطايا والمنح والأبواب كلها مفتحة، وفجأة كل تلك الأبواب تغلق، وحتى يشوفوك كده ما يبصوش عليك. فخلي بالكم، فاكرين أبو ذر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلان خد منصب وفلان خد، قال يا أبا ذر، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. والله لو يعلم الناس منا حقيقة هذه الأمور، أنك أنت تتولى منصب من مناصب الأمة، تقول يا رب اللهم لا تولني على أحد من أمور المسلمين حتى لا أسأل عنهم أمام الله. والله لو يعلم، لو يعلم الناس حقيقتها لهربوا منها، لفروا منها، لفروا منه. ولذلك كان سيدنا عمر يقول إنا لا نولي هذا الأمر أحدا يطلبه أو يسعى إليه، لأنه له مأرب، له غاية. إذن يا جماعة علينا بالعودة إلى مبادئ الدين وفهم الدين وإعطاء بعض الوقت للعلم والفهم والتطبيق، فينعكس ذلك على أخلاقنا وعلى معاملاتنا صدقا وأمانة وإخلاصا. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم هذه الغمة يا رب العالمين.
اللهم فرج الكرب عن أمة الإسلام وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل لأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يسر لأمة الإسلام الخير حيث كان، واصرف عنا وعنهم السوء حيث كان. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل أمة الإسلام فتنة للقوم الظالمين، ونج أمة الإسلام برحمتك من القوم الكافرين. يا ذا الجلال والإكرام، احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، انشر الأمن والسلام في بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم، وآمنا في بلادنا يا رب العالمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء أمنا أمانا يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. الله